الكفاري لبس عليكم كلشي بخير ان شاء الله. شي هي كتب السمك اللي كان عجباني، وغادي ندير الكرمه معاه مقلي، وغادي ندير هذا الروبيان اللي هو القيمون حتى هو ان شاء الله مقلي. عندي هنايا طنجره اللي غادي ندير فيها الرز بسمتي، عندي قزبر معدنوس مطحون والثومه ها هي، وعندي المسمار وعندي الهيل وعندي اللومي، ايوا شويه ديال الخرقوم شويه ديال الكمون شويه ديال السكنجبير شويه ديال الزيت، وغادي نشحرها بالخير، والبصيله شلطتها والملح على حسب الذوق. هاني البنات فاش تقلى لنا داك الخير، انا غادي نحرك فيها هذا الرز ونزيد عليه الماء ونخليه على نار مهيله حتى يطيب، غادي نزيد عليه ديك الساعات الزعفران ان شاء الله. وها هو الخوص اللي ممكن نعطيه في الاكل باش يسالي، غادي ندير ديك الساعات الكالامار هذا كيف البهارات فيه الكمون وفيه شوية البزار شوية المليحة شوية ديال الكركم وتبدل تخلي تسعفين ديال المدانة وهو دابا كنخلي. هنا عندي الطقوس، عندي مطيشة، فلفلة حارة، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الكزبر ومعدنوس، هادشي اللي كندير فيه تيجي خطير، غادي نطحنها بالخير. ايوا نطي شوية ديال المليحة والحامض صافي. البنات هذا الروبيان والكالاماري، هذاك الكحل غير ديك البصل كنشحنها هنايا ديال الزيت، هي هذيك ها هو كيتقلاو دابا هنايا الروز ها هو كيطيب هنايا. هذه الكالاماري شنو كندير فيها؟ كندير فيها مايزينا اللي مع الخبار، تبدا مع الخبار عامرين ديال مايزينا والبزار ومليحة وواحد الخمارة ديال الحلوة وشو ديال الماء، وكنخلط داك الخير كيكون مزعلك فهمتي، ما يكونش سايل ما يكون قاسح بزاف. ودرته في الثلاجة حتى ساعتين، عزت عليه دابا الدقيق وكندير في الدقيق وكنبقى نقلب باش يجي هكا ودعم. ايوا يا البنات هذا هو الطبق الرئيسي ديالنا ما شاء الله تبارك الرحمن. عرفتي الرز شوفوا نتري نتري نتري، وهذا الروبيان اللي قلينا، وهذا الكالاماري، وهذا الكنعات ديالنا. ايوا زوقتو شي شويه بالبصله، ايوا نتوما عرفتي هذا الطبق تبارك الله كبير غير تيبان في التصوير بنو صغير، عرفتي راه كبير تبارك الله. وهذا الدقوس ها هو تيجي داكشي، وهذا الزعلوك حتى هو رافقتو معاه تيجي مع الحوت زوين. ايوا بالصحه والراحه يا بنات.